كل عام وأنتم بخير. طبعا كنت أفضل أن أتحدث عن هذا الموضوع قبل العيد، لأني أسأل من كثير من المواطنين وشخصيات في محافظة نينوى عن عمل إسناد أم ربيعين، وكذلك عن ماذا ستقوم به في المستقبل، ولحد الآن لم نرى شيئا على الأرض. الآن أريد أتحدث حتى يفهمون المواطنين. إحنا قلنا قبل حتى المواطن يشعر بوجود إسناد أم ربيعين ويرجع يعيد ثقته بإسناد أم ربيعين التي أنجزت إنجازات قبل سقوط الموصل، والكل يشهد على ذلك، ولنا بصمة في كل دائرة وفي كل بيت. بدأنا مع الصحة. أحد أعضاء مجلس مجلس القضاء اتصل بي، قال هذا المعجل الخطي اللي عاطل في مستشفى في صحة نينوى، والمواطن دا يذهب للبصرة ودا يذهب للأربيل ودا يطلعون خارج العراق حتى يأخذون جرعات الأشعة النووية، وهذه كارثة. طبعا مدينة مثل الموصل بحجم سكانية، وكان المطلوب من البداية المحافظ السابق أن يبدأ في هذا المشروع حتى يهيئ المعالجة، حتى المواطن لا 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 يذهب خارج المحافظة وكذلك يتحمل تكاليف كبيرة. المهم سمعتم الفضائح الموجودة، وإحنا أنا ما أسميها فساد، وإنما أقول مجموعة من اللصوص سيطروا على بنك، وأنتم تعرفون كذلك. أما نرجع إلى موضوعنا وإسناد أم ربيعين، إحنا بدأنا مع هذا الموضوع التعجيل الخطي بعد اتصال أحد أعضاء مجلس القضاء. أرسل رسالة قلت له ابعث لي الطبيب المختص أو المدير هذا الدائرة. إجا دكتور جنداري أعتقد على ما أذكر، والتقينا به، قال هذا يحتاج إلى تصليح، يحتاج إلى قطع غيار، والبناء يحتاج أيضا إلى أن يستكمل. قلت له روح ابعث لي كشوفات. قال أستاذ هذه قطع الغيار تكلف كذا مبلغ، أنا ما راح أذكر المبلغ، عندي هو المبلغ، ولكن لأن حدث التطورات حتى نحن نقدر نطابق بالمستقبل ليش حصل اللي أنا راح أتحدث عنه. أرسلنا الأستاذ علي المهندس علي إلى المدير، قال هاي لازم نأخذ موافقة بغداد. يابا ما يحتاج موافقة، إسناد أم ربيعين عنده صلاحيات التنفيذ المباشر. قال لا لازم نكتب البغداد، ما أعرف إيش يعني، دا أشوفه أنه أكو تلكؤ بالموضوع يعني، بس إحنا دائما نأخذ حسن الظن يعني، يقول موظف يخاف من المسؤولية، والآن الموصل تحت المجهر، أخذناها في هذا الحساب أنه يكون دقيق في تعامله حتى لا يقع في خطأ، وهذا طبعا غير صحيح. قمنا بعدين شفنا الموضوع تعقد شوية، فأرسلنا كتاب إنذار، قلنا لهم إحنا لواحد ثمانية أي بعد شهرين من المفاوضات في حل عن هذا الموضوع حتى وجه المبلغ إلى أمور أخرى، لأن إحنا ردنا نعمل مشاريع بسيطة صغيرة يعني، مثل ما يقال عن ما تطبخ المشاريع الكبيرة، حتى المواطن يشعر بأنه إحنا بدأنا يعني. جاءنا الرد قبل العيد بيومين أو ثلاثة أنه هذا المشروع البداية وحيلت اليو ان دي بي، اوكي، والقطع الغيار وتكميل المعجل الخطي راح تقوم به تنمية الأقاليم. انا حضرت مناقشة تنمية الأقاليم، ما موجود فيها اي موضوع يتعلق بموضوع اوكي، ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع، خلي تنمية الأقاليم تسويه وخلي اليو ان دي بي تعمل بناية، ما عندنا أي مشكلة.
بس انا اطلب ومن قناتكم الموقره ان يرسلوا تكاليف اللي انحال هذا المشروع الى اي جهه من بواسطه تنميه الاقاليم، واليو ان دي بي ايش قد كلفه البنايه، لان احنا عندنا التكاليف الحقيقيه. الان الساحل الايمن قالوا لا يوجد فيه اي مستشفى للطوارئ، يعني وهذه كارثه طبعا. فقلنا نعمل فد شيء بهذا الاتجاه. صحت قال لك ما عندي كادر، نذهب للمستوصفات وتقول هاي نحن ما امكانيتنا، يا بعدنا اجهزه نريد نعطيكم اياها تفحصون المرضى، اما كان ما يروح يدفع الاف الدنانير على سونار وعلى تخطيط قلب وعلى كذا. هاي انتم هون. قال والله احنا هاي المواطن ما يستفاد منا، لان احنا الساعه واحده نغلق. على كل حال انا ردت اوضح لكم اهلي، ووضحت لكم سابقا عن موضوع حديقه الشهداء، ولحد الان ما نعرف اليو اس ايد راح تنفذوا بمليارين لهذا المشروع اللي هو ما يكلف 250-300 مليون. فالان الصوره اصبحت واضحه امامكم، لماذا هذا التلكؤ ولماذا عدم التعاون مع اسناد ام الربيعين. هذا موضوع حبيت اطرحه، انا ما اتهم احد، يمكن السيد المحافظ ما عنده علم بهذا الموضوع، يمكن مجلس المحافظه ما عندهم علم بهذا الموضوع، فخلي يسمعون يعني، ويسمعني وزير الصحه ايضا. فالصوره واضحه، فاكو هناك يعني مثل ما ابلغتني العصفوره في بغداد، هناك لجنه تشكلت مع الامين العام لمجلس الوزراء انه يقومون مشروع لاعاده اعمار محافظه نينوى. اوكي، سئلوا اين دور اسناد ام الربيعين في هذا المشروع، اجاب احدهم ما نريد ان نسمي انه هاي اهل المدراء الدوائر والمعنيين لا يحبون او لا يرغبون التعاون مع زهير الشلبي. هذا مشغل، هذا كلام خطير، افهموا. انا لحد الان ما اعلنت الحرب، ولست انا جاي مراقبه ماليه او جاي من النزاهه حتى ابحث عن الخلل والفساد، انا جاي اتعاون مساعد. فاذا انتم راح تدخلون بهذا الموضوع، نحن عندنا تكاليف المشاريع راح نعرفها كلها، راح نعرفها كلها، مثل ما احيل الجسر الثالث ب 15 مليار او 14 مليار، وهناك شركات عرضت ب 6 مليار ان تقوم بإعادة تأهيل الجسر وتطويره أيضا. يعني على كل حال يعني اللبيب بالإشارة يفهم. كفى أيها السياسيون تسيسون المشاريع لصالح جيوبكم، إن كنتم في الموصل أو كنتم في تكريت أو كنتم في الرمادي أو كنتم في بغداد، كفى. وأنا قلتها ومستعد باللقاءات الأخرى القادمة أذكر بالأسماء، ولا يهمني لأني صاحب حق وإعمار الموصل حق، ويجب على الحكومة أن تعيد تأهيل وبناء محافظة نينوى بالكامل. شاءوا أن أبوا، سنكون بالمرصاد لكل فاسد ولكل مدمر. من لا ينفذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات وأوامر الديوانية، هناك جهات راح تنفذ هذه القرارات شئتم أن أبيتم. لا تصدقون أحد مد إيده على المال العام ونهب، مرصود دوليا ومرصود عراقيا.